شأن عام مع محمد زيدان. للشهر الثالث على التوالي يستمر الدولار بانتهاك قيمة دينارنا دون هواده، مواصلا الارتفاع في انعكاس واضح لحالة اضطراب مالي في بلد الحاج، وضع يثير قلقا شعبيا متصاعدا عقب الضغط المتزايد بقروش من السوق السوداء على مستوى المعيشي للمواطن. 6.25 ليس مجرد رقم، إنما ناقوس فقر يخفي خلفه حيتانا وقطة سمان في مدار إدارة المركزي، وسط أنباء متضاربة عن حالة الصحية للمحافظ وشكوك حول وضعه الأمني بعد التمادي في التهديدات والتزايد الضغوط في إمعان وتأكيد لحالة الخصومة مع رئيس الحكومة في طريق السكة. بعد الإنفاق المنفلت العشوائي للموارد المالية للدولة والذي سجل أرقاما قياسية لفساد وانعدام الضمير، يعني بعبارة أخرى استلم باليمين خذوه باليسار نتيجة التضخم، كل هذا أسفر عن ثالوث خطير ملتهب جمع سعر برميل النفط مع تجار العملة مع مائدة المواطن وهو أكبر الخاسرين. مؤشرات مقلقة تربط بين هبوط الدينار وعجز ملياري بعشرة مليارات دولار يقابله 32 مليار و800 مليون دولار إجمالي استخدامات النقد الأجنبي في 11 شهرا فقط، منها 19 مليار بالعملة الصعبة اعتمادات شخصية للهول. تقود إلى سؤال مصيري حول مستقبل الموازنة في ظل هذا الفساد المستشري، هل الإنفاق التقشفي هو المصير أم الاحتياطي الذي سيترك ليبيا على 4 بلوكات؟ شأن عام، الدولار تعدى 6.25، فماذا بعد؟ سيدات والسادة، طابت أوقاتكم، ورحب بكم في شأن عام، ورحب بضيوفي الكرام، الرئيس الأسبق لسوق الأوراق المالية من بريطانيا عبر زوم من نوتنغهام السيد دكتور سليمان شحومي، عبر الهاتف في مداخلة خبرية في هذه الحلقة عضو مجلس الأعلى للدولة وعضو أيضا ملتقى المسار المالي السيد علي سويح، وأيضا من مصر عبر سكايب من القاهرة رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار دكتور سلامة الغويل، وأيضا من بنغازي الأكاديمي بجامعة عمر مختار وعضو المسار الاقتصادي الدكتور عاطف الحسية. أبدأ مباشرة مع الدكتور علي، مع السيد علي سويح عضو المجلس الأعلى للدولة. سيد علي أرحب بك في شأن عام، شكرا لقبول الدعوة. انخفاض الدينار بشكل غير مسبوق فرض نفسه بشجون على موائد الطعام وعلى التاجر وعلى المستهلك وعلى أخبار الإعلام وحديث الشارع والمربيع، بل ربما وصل حتى الحديث النفس الآن، الناس تحكي مع نفس على قصة الدولار ونوصل. قبل التشعب إلى المعالجات باختصار، كيف ترصد تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية لستة جنيه أو 6.25؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ليك أستاذ محمد ولضيوفك الكرام ولكل المشاهدين. طبعا هذه قفزة تقريبا في شهرين، أن يصل من 5 إلى 6.25، والمشكلة الأكبر أنه ما فيش سيطرة الآن، مش معروف واحد يتنبأ أنه هو كم يزيد في المدة القادمة، ولكن المؤشر خطير الحقيقة، ينبي بأمور أو نقول إحنا عدم السيطرة على السياسة النقدية اللي هي تعتبر جزء من السياسة الاقتصادية اللي هي منعدمة أصلا في عملية في وجود خطط اقتصادية من ضمنها جزء السياسة النقدية، وبالتالي الحقيقة المؤشرات خطيرة جدا. هذا مؤشر خطير يعتبر دولار دينار ليبي ماشي في الانخفاض، والأسوأ قادم بالحقيقة. أنا حسب الطريقة الأسلوب إدارة الدولة أو إدارة أموال الدولة بهذه الطريقة، الحقيقة المؤشر خطير جدا وما فيش حلول في الأفق بالطريقة هذه. كما تفضلت أنت، ممكن تكون حلول تنفيقية تزيد من معاناة المواطن. طيب، نحن أمام تدني الأشد للدينار منذ تعديل الجذري لسعر الصرف الذي جرى في يناير 2021.
وتتبع نمط الأسعار في الربع الأخير من السنة يدلنا أيضا بشكل مباشر على تداول دينار قد يستمر. من خرج معي من مختصين سيد سويح في الحلقات السابقة أرجع الأمر عدة أسباب على رأسها ربما العجز المعلن في ميزان المدفوعات. طبعا هذا عجز، لكن هي مجموعة عوامل جعلت من الدينار ينخفض، ولا عدم سيطرة على ميزانية، لا توجد ميزانية معتمدة يمكن الحكومة أن هي تسترشد بها، أو نقول إحنا الجهة التشريعية تسيطر على الحكومة في عملية الإنفاق ووضع حدود للإنفاق. كيف وصلنا لعشرة مليار معناها؟ هي عشرة مليار كيف وصلنا لهم؟ نقول مئة مليار قول العجز العشرة مليار اللي يحكوا عليه الآن كيف وصلنا لهم؟ اللي سحبوهم من الاحتياطي قصدك؟ لا أنا أقصد أن العجز الذي أعلن عليه المصرف الليبي المركزي العشرة مليار والتداور الآن، أنا سألتك الخلل هذا في ميزان المدفوعات كيف وصلنا إلى عجز تجاوز العشرة مليار دولار؟ ما الصرف بدون ميزان الحقيقة، أنت تصرف عادة، أنا بتجي أنت بتحدد الموازنة بتاعك، أنت بتضع موازنة وبعدين بتشوف الإيرادات بتاعك وكيف بتمولها بعدين هي ما فيش خطة موازنة من الجهات التشريعية كي نقول إحنا الحكومة تلتزم بها بحسب الصرف. أنت لا تضع مثلا ميزانية أكثر من قدراتك، ممكن إلى حد معين تحدد عجز وتعرف كيف تموله، ولكن ما دام أنت وتصرف بدون ميزانية أنت تصرف وخلاص، بدون أي نقوله بدون أي عائد حقيقي، وصرف بدون إنتاج. طيب. بمعنى، وهذه مشكلة كبيرة. متابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءتها كانت أحد أكبر وأكثر الأهداف التي عبرت عنها قرار تشكيل اللجنة المالية العليا، وحضرتك سيد سويح أحد أعضائها. التوسع في الإنفاق 2022 كذلك الأشهر هذا العام غير مسبوق، هل انفلت الإنفاق الحكومي عن أي متابعة سواء من اللجنة المالية العليا أو من غيرها؟ احنا في اللجنة المالية ما استمعناش وما استمرناش في العمل، شبه موقفين الحقيقة، ولكن هو الصرف ماشي بطريقة غريبة، هو بصريح العبارة معدل كل شهر تقريبا أكثر من 8 مليار تقريبا بجميع ما بين مرتبات ومصرفات أخرى، توصل إلى 11 مليار قداش تقول تقريبا قريب نوصل 90 مليار رقم الحقيقة خيالي بتجي تحسب، عدم السيطرة على عملية المحروقات ودعم المحروقات، التوسع في المرتبات، عدم وجود نقول عم تصرف شيء لازم فيه عائد منه الشيء هذا. طيب. حتى لما على خدمات الحقيقة ما فيش حاجة، ما هذا اللي يخليني نوصله ان الاطار الان للصرف سواء بميزانيه عامه او بغيرها في هذا الـ او بترتيبات ماليه بات لدى الحكومه فيما يبدو ان في قناعه سيد سويح ان الميزانيه قابله للصرف مهما كان السبب حتى كان الدخل، بالتالي 2024 على الابواب، هل توجد اي مقاربه عمليه مكتمله او في طور تجهيز تضمن شيئا من الرشد المالي وقدر من التنظيم الإنفاق ليبيا العام المقبل وفي السنة القادمة؟ إذا لم يكن فيه خطة دقيقة جدا للصرف في السنة القادمة رأوا الوضع ماشي للأسباب صريح العبارة بالطريقة هذه، صرف بدون أي نظر للإنفاق، وبعدين ما فيش أي يقولوا خطة اقتصادية للإصلاح الاقتصادي، لأنه هو حتى احنا مشكلة عندها خلل اقتصادي، تشوف الاقتصاد في جميع بنوده، يعني ما فيش خطه تو يعني معتمدين على النفط. ها ما فيش خطه؟ نعم. يعني ما فيش خطه واضحه، ما في، لازم عندك خطه اقتصاديه، وبالذات انت تبدا انت طيب. انت تبي تعيد استعاده عافيه الدينار، وهذه اهم شيء ليك انت. طيب. انك انت تستعيد عافيه الدينار الليبي محتاج الى خطه اقتصاديه من ضمنها الخطه النقديه، هذا غير متواجد الى الان. طيب، جزيل الشكر سيد علي سويح عضو مجلس الأعلى للدولة، حدثني عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس، شكرا جزيلا. أذهب مباشرة لنيوتنغهام مع الدكتور سليمان الشحومي. دكتور ورحب بك في شأن عام، شكرا لقبول الدعوة. التقهقر غير مسبوق لقيمة الدينار في السوق السوداء لأدنى مستوى لها في آخر 3 سنوات، قبل 3 في أسعار أكبر، لكن الآن بلغ سعر الدولار حتى وقت إعداد هذه الحلقة 6.28 جنيه في طرابلس، 6.30 جنيه في بنغازي. الانحدار مستمر دكتور شحومي منذ دخلنا الربع الأخير من هذه السنة المالية، متى سيتوقف؟ الناس كلها تحكي على هذا الأمر، هل هو نهاية السنة
أم يعني تعتقد أن في أصوات تتحدث أن ربما يستمر إلى الربع الأول من العام المقبل؟ مساء الخير، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، ومساء الخير للمشاهدين الكرام وللضيوف الأعزاء. أهلا بك. الحقيقة طبعا أن هناك بالتأكيد مسببات تكاد تكون معروفة لمسألة تردي سعر الصرف في السوق الموازي. ونحن نعرف أن العارض الوحيد، الجهة الوحيدة التي لديها الدولارات في الاقتصاد الليبي هي البنك المركزي، ناتجة من مبيعات النفط وغيرها من الغاز وما إلى ذلك، واللي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد الليبي. هناك الحقيقة طبعا، وهذا يضع يعني ضغط كبير على البنك المركزي في تلبية الطلبات لشراء العملة، خصوصا مع وجود حكومة يشوبها كثير من الانفلات في الانفاق. وشفنا نحن ان الانفاق العام الماضي واللي بين تقرير ديوان المحاسبة وبينات البيانات الدورية ان الانفاق يعني كبير جدا، يتجاوز 120 مليار دولار خلال السنة، ناهيك عن وجود حوالي 80 مليار دولار تمثل دعم المحروقات واللي هي لم تكن ظاهرة في حسابات الدولة الليبية. يعني احنا نتكلم على حجم انفاق يقارب 200 مليار دولار. هذه الأرقام الكبيرة، وهذه السنة ايضا بالإضافة الى ذلك البنك المركزي اصبح ينفق على الحكومتين معا، يعني يوفر في تمويلات للحكومتين، سواء الحكومة اللي في الغرب أو الحكومة اللي في الشرق. وبالتالي هذا يوسع من حجم النقود المتاحة في الاقتصاد، أو يوسع ما يسمى بالقاعدة النقدية أو عرض النقود. وبالتالي عرض النقود بالدينار الليبي هذا يشكل ضغط كبير ومتزايد على الطلب على الدولار بشكل أكبر. ونحن شفنا التقرير الأخير اللي ظهر في شهر 11 يبين أن حجم الإنفاق مع الالتزامات بالعملة الأجنبية هو في حدود 32 مليار. مليار أي. نعم 32 مليار دولار. 800. هذا الرقم الحقيقة يعني لم يتحقق في السابق، هذا رقم حديث جديد، رقم كبير. وبالتالي يعني معناها أن الطلب يزداد بشكل كبير جدا بسبب توسع الإنفاق النقدي أو توافق الإنفاق الحكومي، وبالتالي وسع في عرض النقود. 19 مليار دكتور سليمان، حتى هنا رقم غير مسبوق في الاعتمادات الشخصية؟ بالتأكيد نحن كنا نتحدث دائما عن حجم التعامل مع الدولار والطلب عليه يتراوح بشكل عام سنويا في حدود 20 مليار دولار بشكل عام كله مع بعضه. لما يكون ال 19 يعني في بند واحد، وشفنا الحكومة حوالي أكثر من 13 مليار، يعني الحكومة التزاماتها ونفقاتها ومرتبات عاملينها في الخارج والمؤسسة النفط وغيرها تشكل حوالي طيب. والكهرباء تشكل حوالي 13. وبالتالي الأرقام أصبحت في نهم وفي طلب كبير جدا من جانب الحكومة ومؤسساتها، وفي نقود كثيرة في الاقتصاد الليبي بسبب الأنفاق المتزايد. هذا بالتأكيد حيحد من طبعا، وخصوصا إذا كان البنك المركزي يحاول أنه هو يستمر في سياسة الحفاظ على الاحتياطيات. دكتور باش نلضم الفكرة ونخليها على جانب تجد في ذهن المشاهد، الانحدار هذا اللي صاير اللي في الربع الأخير سيتوقف هل نهاية العام أم الربع الأول في 2024 باختصار؟ هو ممكن يتوقف بكرة إذا كان البنك المركزي يزيد من عرض الدولارات. دولارات. نعم ممكن يتوقف، ممكن يصير حد له، ولكن طبعا بالتأكيد أن البنك المركزي يتعامل مع هذه المسألة وفقا لسياسة موضوعة ومرسومة في تدفق في انسياب لحجم لمواجهة طلبات النقد الأجنبي بشكل متوازن. الأرقام اللي يتكلم عليها الدكتور شحومي أكثر هي المرتبطة بأكثر المؤشرات المقلقة التي ربطت بها الهبوط الدينار، هو العجز المعلن في ميزان المدفوعات والمقدر بنحو 10 مليار دولار أمريكي بحسب الإيراد والإنفاق الصادر من المركز. سيد سلامة الغويلي ورحب بك في شأن عام، شكرا لقبول الدعوة. 32 مليار فاصل 800 مليون دولار هي إجمالي استخدامات النقد الأجنبي بحسب المركزي في 11 شهر
في 23 منها أكثر من 19 مليار دولار لاعتمادات والحوالات الشخصية. تعليقك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعليقي يا أخي العزيز لا أستطيع أن أعبر عنه إلا بالفوضى العارمة وعدم وجود ثقة عند المواطن وعند التاجر لدى المؤسسات العاملة في الدولة بمختلف أطيافها. وبالتالي صار فيه تكالب. لما تنتشر ثقافة البزنس وتشري ثقافة الفساد في كل مواقع القرار ويبقى انتماء المواطن أو انتماء التاجر أو انتماء صاحب العمل إلا كيف يكتنز الأموال دون الحسابات لأي موقف وطني أو موقف انتماء أو موقف حاجة لخلق رابط بين المواطن ودولته، هنا تفقد الوطنية دورها ويفقد الأمانة دورها. وهذه سياسة عامة كما تكون، ونبيش نقول كما تكون يولى عليكم بقدر ما نقول إن لما ولي الأمر أو صاحب القرار يجسد لثقافة الاكتناز ويجسد لثقافة البزنس، لا تلوم إذا كان رب البيت بالدف ضارب فلا تلوم إن أهل البيت على الرقص يا أخي العزيز. الثقافة اللي تصنعها أنت كولي أمر سيتبعها الإدارة الوسطى وسيتبعها صغار الموظفون وسيتبعها المواطن. إذا أنت كولي أمر خلقت الثقة لدى المواطن وخلقت الأمل وخلقت الشفافية وخلقت الاستقرار وخلقت روافدة، ستنتشر ثقافة ثقة المواطن وتنتشر ثقافة ثقة التاجر. لكن إذا كانت العملية اكتناز وإذا كانت قفل الأبواب وإذا كانت التنازع كله على أموال الدولة أصحاب القرار، بالتالي لا تلوم من التاجر ولا تلوم من صغار الموظفين ولا بالتالي هذه ثقافة أسس لها للأسف وأصبح لكل شيء تمن. يعني الموقف الإداري هذه مربوطة بإدارة إدارة المركز سيد سلامة؟ لا، المركزي مغلوب على أمره، المركزي ضحية، المركزي ضحية لا يستطيع لأنه هو ينفذ في تعليمات وبناء على ضغط في كثير من المحطات، هو يتعرض إلى ضغط ليس بالتالي ما ليس سرا وليس خافيا على أحد ما يحدث، لأن رئيس المصرف المركزي تعرف أنتم الضغوط اللي تعرض لها في كل المراحل. وبالتالي إذا ناقشنا الموضوع أو حاولنا نبحث في المواضيع يجب أن لا نجمل الكلام، يجب أن نقول الحقيقة بغض النظر عن الشق الفني اللي ممكن الضيوف الكرام كثير منهم متمكن ومتميز في الحديث فيه أكثر مني، ولكن أنا سأنحرف بالموضوع إلى واقع سياسي وإلى واقع استشراء فساد وإلى واقع تأكيد قيم خراب في إدارة الدولة. وبالتالي المنوال ساير على هذا الأساس، الثقافة اللي خلقت، ثقافة الفوضى، ثقافة الغوغائية، ثقافة نصنع بأموال الدولة ولاءات دون أن نجسد لقيم تاريخية وطنية يجب أن نحرص عليها. طيب. بالتالي هذه هي النتيجة. هذه هي النتيجة. هي طيب. النتيجة هي هذه اللي حدثت صراحة. طيب. للأسف يعني. ثقافة البحبوحة هذه وصلتنا حسب ما يقول السيد سلامة الغويل إلى 19 مليار دولار للاعتمادات المستندية والحوالات تحديدا في هذا التوقيت لأغراض الشخصية في 11 شهر من 2023، بينما كان المجموع خلال نفس المدة من العام الماضي 14 مليار، وهو الفرق كبير وشاسع. دكتور عاطف الحسية ورحب بك في الشهر العام، دعني أخذ بالمقارنة الآن بين العامين، نجد أن في زيادة تقريبا 30% من استخدام النقد الأجنبي، زيادة تكاد توصل للدينار إلى انهيار. هل من تفسير لما يجري الآن دكتور عاطف؟ مساء الخير أخي محمد، مساء الخير السادة المشاهدين وضيوف الكرام. هو بكل تأكيد الدولار يعكس سلوك الاستهلاكي لدى الليبيين، بأن ما عندناش إلا الدولار نشرب به، وبالتالي الدولار استخدام العملة الصعبة يمثل بشكل كبير هو سلوك المستهلك الليبي كيف يشري في حوائجه، والاستيراد وما يمكن إنتاجه محليا اللي ما يحتاج إلى عملة صعبة. للأسف الشديد الدولة الريعية من سماتها الأساسية بأن هي توفر المال وتعطي فيه للمواطن، والمواطن ميال إلى صرف المال وليس استثماره، وبالتالي يستخدم لا ينتج. ومن هنا جاء ليش الليبيين يحتاجوا إلى الدولار وحياتهم يعني مربوطة بشكل كبير بالعملة الصعبة، لأن ليس هناك إنتاج محلي.
يعني حجم او الجي دي بي بتاع ليبيا اللي هو الناتج الاجمالي المحلي الليبي حوالي 65 مليار دولار في السنه، هو حجم كل النشاطات او الانشطه في ليبيا سواء بما فيها تقديم الخدمات وغيرها، وهذا لا يمثل شيء امام حجم ما يمكن عمله في ليبيا، ممكن يكون خمسة اضعاف هذا الرقم. لكن للاسف الشديد سمات الدوله الريعيه ومركزيه القرار في ليبيا ادت الى استخدام كل ما يخرج من موارد الدوله. قرار سياسي دكتور هذا؟ نعم، هل هذا قرار سياسي المسؤول على هذا الانفاق الغير مسبوق من هذه الارقام؟ بالطبع، لان 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 شنو الدافع وراه؟ الدافع وراه الانفاق، الدافع وراه هو محاولة يعني تغليب الأمر السياسي على أحد آخر. حتى التنافس أصبح حتى التنافس في شعبية السياسيين تشرب بالمال، وهذا هو طبيعي في العالم، لكن ما يجيش على أموال الدولة، ما يجيش على ميزانيات الدولة. أنت اصرف من جيبك وعادي دير حملات انتخابية، لكن ما تصرفش من مال الدولة ودير حملات انتخابية. دكتور خليني نعطيك على أشكر ميدان الكلام اللي طالع الآن، نقص العرض اللي هو الموضوع، العرض الطلب حسب قدرة سياسية الاقتصاديين. أنا نحن بنحكيك معك بلغة اقتصاد سياسي، هل تعتقد أن بعد العشرة مليار والعجز الإعلامي المركزي، حالة الخصومة الآن ارتفعت بين المحافظ ورأس الحكومة في السكة طريق السكة، وبالتالي الآن القصة كلها الآن هي اللي رفعت سعر الدولار وجعلتنا بهذه الصورة أن الدولار اليوم 6 جنيه و30 قرش و28 و29 وفي غياب السيد المحافظ عن حضوره في طرابلس؟ هو بكل تأكيد يعني حالة الغموض هذه لا تنفع العمل بأي نوع من أنواع، ولا تنفع لا بناء الدولة ولا البزنس بشكل عام. يعني حجم الأعمال والله طريقة الأعمال حساسة جدا في المنظومة السياسية. أولا الهوية السياسية في ليبيا مفقودة بالكامل، ما نش عارفين شنو نحن، جمهورية ملكية جماهيرية، ما نش عارفين. وهذا كنا نحاول بقدر الإمكان نتغاضى عليه ونعطوا لليبيين زي المسكنات بأن نحن في حالة من الصراع ونجوع بعضنا ونتفقوا ونديروا صفقة ونمشوا سنتين ثلاثة، لكن هذه الحالة ما زالت موجودة، وهي هوية سياسية في ليبيا غير موجودة. وهذا ينعكس تماما على رأس المال الوطني ورأس المال الأجنبي. لكن غياب المحافظ عن الشاشة راهو خطيرة جدا. تخيل أنت لما اللي مخول بالتوقيع على النقد على السياسة النقدية، واللي مخول بالتوقيع حتى على طباعة العملة على الأقل بمصطلحات الرجل الشارع العادي، بأن غايب عن مكتبة. شنو الأسباب؟ ونحن عارفين كل الأسباب سياسية، لا في وعكة، ممكن يكون في وعكة صحية، لكن عارفين بأن في تهديدات سياسية، والله يبي يغير طرف على طرف، والله يبي يقلب توجه سياسي. وهذه مشكلة، بأن من مخول على هذه المؤسسة، حتى ولو الشعور بالدولة والمال والرأس المال بأنه يسيس، يبدأ في أثار السلبية من اليوم الثاني بعد شعور بهذا الشعور. وهذا وجنت على نفسه براقش، هذا ما نأخذه اليوم في بيت المال الليبي الذي يفتكر يعني معيارية عالية. لكن أبسط التفسيرات لارتفاع سعر الدولار هو العرض والطلب في ظل شح المعروض من النقد الأجنبي، والمصدر النقد الوحيد اللي يعرفوه هو ليبيا المركزي تحديدا. دكتور الشحومي، كيف هو يعني كيف نقص المعروض وقد استخدمنا بحسب المركزي أكثر من مليار دولار كل شهر على الاعتمادات المستندية، وأكثر من 700 مليون دولار شهريا على الحوارات الشخصية، كيف ذلك؟ هو البنك المركزي، خلينا نرجع بيك شوية لبعض التاريخ. في 1/1/2021 أقر تعديل سعر الصرف، ورفع سعر الصرف إلى المستوى التاريخي اللي حصل، اللي هو 4.5 دينار. وكان يعتقد البنك المركزي، مجلس إدارته اللي كان ليقر هذا الأمر، أنه بإمكانه السيطرة والتدخل من حين لآخر حتى يصل إلى السعر التوازني. وحسب الدراسة اللي كانوا أعدوها، يتحدثوا على سعر توازني في حدود 3.5 دينار للدولار أو 3.25 دينار. ولكن الحقيقة البنك المركزي رغم أنه أعلن هذا الكلام في بيان أنه هو سيستمر في المتابعة ويستخدم نفس الآليات
اللي استخدمت في السابق في عام 2000، ولكن الحقيقة لم يتم أي شيء بعد ذلك. استقر السعر عند هذا السعر، وهو سعر غير حقيقي وليس سعر توازني، وبالتالي أربك المشهد بحيث أن أصبح الإنفاق الحكومي لا بد أن يتضاعف، لأنه أصبح معاش مبني على السعر الرسمي السابق اللي كان عنده، ولكن تحول إلى سعر آخر كبير جدا، وبالتالي أصبح في مطاردة لتلبية الاحتياجات لهذا السعر عند هذا المستوى. خلال هذه السنتين الحقيقة عجز البنك المركزي، لم يستطع للأسباب السياسية المعروفة ولغيرها من هذه الأسباب، إن هو يقوم بمراجعة وبالوصول إلى السعر التوازن ويحافظ على الاستقرار في الاقتصاد. نعم، هذه الحالة زي ما قلنا خلت الحكومة والإنفاق الحكومي يعني يسير بشكل مضطرد بشكل كبير جدا، يلاحق الفارق أو العجز في سعر الصرف، باعتبار أن كثير من العمليات هي تعتمد على التمويل بالدولار، خصوصا التوريدات والنفقات الخارجية وأعمال الصيانة والتعاقدات اللي تحدث، بالتالي هذا يزيد من الضغط والطلب على الدولار. صاحب ذلك ان الحكومات استمرت في الانفاق العالي وزادت طلباتها وشراهتها في الانفاق، والبنك المركزي اخذ موقف نوعا ما متماهي الحقيقه، متجاوب مع هذه الطلبات ووفر الانفاق لهذه الحكومات حتى في ظل عدم وجود ميزانيات وعدم اعتماد ميزانيات، ونحن حكينا في هذا الامر كثير من المرات، وبالتالي اصبح هذا الحجم من الدينارات مع هذا السعر اللي هو مش ممكن تعديله بسبب فقدان آليات التعديل، اصبح ضروري ان يزداد الانفاق ويزداد الطلب عليه بشكل كبير جدا في ظل هذا الفساد، في ظل هذا الوضع اللي فيه مراوغه كبيره جدا من كل الاطراف، وبالتالي حصل ما حصل. وعندما البنك المركزي يحاول ان هو على الاقل يمارس نوع من الضبط، ينتبه السوق الموازي ويعمل على رفع السعر. وهذه هي الإشكالية، بيانات المركزي مثلا الشهرية. الحقيقة إن حجم التدفق اللي يقوم به من البنك المركزي هو حجم طبيعي جدا ومستقر حسب الأداء حتى في السنوات الماضية. ولكن ما هو موجود الآن، ما هو موجود هو هناك شراهة وطلب عالي على الدولار بسبب زيادة في معروض من النقود، وجود يعني طلبات على التحويل خارج إطار المنظومة المصرفية. طيب، هذا اللي قاعد يحدث الآن. لا، هذه المنظومة سليمان لما تشوف بيانات المركز الشهرية وضحت تجاوز استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي الحدود المتقعة ومنذ الربع الأول، مع ذلك غابت التدابير والمعالجات لأغلب العام. لماذا انتظر المركزي دكتور سليمان، لماذا انتظر المركزي كل هذا الوقت حتى وقع الفأس بالرأس وصلنا لهذا السعر؟ وهل تلمس أنه قد أتى متأخر، أنه لأنه لم يصنع شيء حتى الآن؟ يعني الإدارة غائبة ومش فاهمين شنو هو بيدير الحل. هو أعتقد في تقديري أن البنك المركزي كان من المفروض أن يعمل مع الحكومات في ليبيا لضبط مسألة الإنفاق، لأن الإنفاق هو انعكاس فوري للطلب على الدولار في ليبيا. الحقيقة أن المعادلة لا يوجد فيها متغيرات كثيرة، هو متغير واحد في الاقتصاد الليبي، هو الدولار وسعر الصرف، هو هذا الحقيقة اللي يحرك ويغير في كل شيء، باعتبار أن أغلب المنتجات والسلع والخدمات هي الحقيقة تقيم بالدولار. هناك يعني انكشاف كبير جدا، الاقتصاد الليبي منكشف بالكامل تقريبا على الخارج، وبالتالي يتأثر بشكل كبير جدا بكل شيء، لا وجود لأي برامج أو سياسات حكومية لمحاولة ضبط هذا الإيقاع ومحاولة توفير بدائل محلية ربما اللي ممكن تحد من الطلب على الدولار بشكل كبير جدا. هل توجد إجراءات دخلت حيز التنفيذ لكبح هذه الزيادة في الانفاق دكتور في استخدامات النقد الأجنبي؟ الحقيقة لا أعلم، يعني لا أعتقد أن هناك يعني يبدو أن هناك يعني محاولة من البنك المركزي أنه يضبط، ولكن يبدو أن هي نوعا ما متأخرة، ولكن
قد تحتاج الحقيقة لوقت وتحتاج إلى مشروع في تقديري بالتوافق مع الحكومة أو مع الحكومات القائمة لضبط مسألة الإنفاق، وربما يصاحبها مجموعة من المعالجات الاقتصادية الأخرى مثل الوصول تعديل سعر الصرف، ربما معالجة قضايا زي مثل قضية الدعم وغيرها من هذه القضايا، الإنفاق الخارجي وغيرها، تحتاج إلى رزنامة كبيرة للمعالجة حتى يمكن الوصول إلى حالة من وهو ما صنع شيء دكتور، وهو لم يصنع شيء، هو ليس بإمكانه أن يصنع أي شيء في ظل الوضع المشتبك الآن. هو ما هو مطلوب منه هو أن يستمر في توفير الدولار على الأقل حتى نتجنب السيناريو الأسوأ، واللي هو أن يرتفع الدولار بأسعار جنونية أكثر. هو المشكلة الآن أنك أنت كيف ما ذكرت في المقدمة تخلي سعر البترول اليوم ب70، الشهر اللي فات ولا اللي قبله ولا السنوات اللي كان ب100 و150، اليوم ب70 و72 دولار، تخليه في احتكاك مباشر مع المائدة بسبب تجار العملة، تزيد 60 حكيت الطماطم ترقى، المكرونة تبي ترقى وغيرها من هذه الأسعار. وبالتالي الآن أمام هذه الحالة الملتهبة والعلاقة الملتهبة تكون مصرفي بمركزي أمام مرحلة، يا أما يستفيد من الاحتياطيات حتى يدعم الدينار، وهو يربي يفضل الآن أن الدينار يكون بهذه الطريقة ولا يدخل في الاحتياطيات، لأن الاحتياطيات بتخليك على بلكات كما يقول البعض. لكن هو يستخدم في الاحتياط يعني بدون أدنى شك، إحنا في وخزات نكون دقيقين يعني حقيقة، يعني هو العجز اللي موجود الآن في ميزان المدفوعات هذا استخدام للاحتياط دون أدنى شك يعني. طيب يفترض أن يكون الآن ربما البنك المركزي لا تصله كل الإيرادات المصرفي بالخارج، هو في النهاية هو واضح أنه يستخدم في الاحتياطيات. طيب لكن كان مفروض أنه يدفع على الدينار، سنأتي إليه، لكن يفترض أن يكون ليبيا كباقي الدول سياسة مالية لتنظيم الإيراد والنفقات الحكومية وسياسة نقدية تضبط العرض النقدي وتكبح هذا التضخم، ومفروض يكون عندنا مجلس إدارة كيف باقي الدول، لكن في ليبيا من جديد. أنا نبي نسأل السيد سلامة، أين اختفت هذه الشعارات الرنانة الإصلاح الاقتصادي الذي وعودونا به عند تغيير سعر الصرف 2021؟ وما فرصة العودة إلى اقتصاد متوازن ماليا ونقديا سيد سلامة؟ إذا سمحت تفتح الميكروفون من عندك سيد سلامة. أخي العزيز، السر في نجاح أي عمل هو قيادة المشروع، قيادته وفكر المشروع ومدى استعداد القيادة السياسية اللي توجه الأمور إلى مسارات صحيحة. إذا وجدت قيادة سياسية حقيقية واقعية متصالحة مع نفسها، يمكن لها أن توجه المصرف المركزي وتوجه الوزارات وتوجه المواطنين وتوجه العلاقات وتخلق نوع من الثقة. وإذا القيادة السياسية بنيت على بر الحكتك، بنيت على كل من إيده إلو، بنيت على حقق نتائج على حساب الدولة، فقدنا زي ما حكيت لك بكري، فقدنا الثقة. هذه كلها مسارات لا يمكن لها أن تبني دولة. أنت تجي تضعف المصرف المركزي بدل ما يكون عنده سلطة منفصلة وعنده رمزية، تعقد صفقة بطريقة أو بأخرى. لأن المصرف المركزي زي ما تعرف، أنا كنت حاضر في بداية الصراع على المصرف العربي الخارجي، بنك العربي الخارجي في الحكومة السراج لما كان في صراع، ومن الأول الموضوع دخل في مقاربات ودخل في شبه اتفاقات، كل واحد يقدم شوي. إذا أنت قاعد تتقدم في صفقات بناء على حسب المصلحة العامة، والصفقات تترجم إلى أسقاط الدولة وإلى استنزاف الموارد وإلى ظلم المواطنين وإلى عشوائية العمل، كل هاي الأطراف نحن مشكلتنا ليست فنية. بس سيد سلامة، حتى المركزي مسؤول عنها إذا كان مسألة سياسية، لكن في جانب فني. هو ما قدرش يدافع على السعر اللي اختاره هو في 2021 من توصيات ديلويت، يعني اختار نقطة واحدة وسيب الباقي. يعني أين هو توحيد الإدارة الآن؟ شعارات لا نرى منها أي على أرض الواقع، ولماذا لم يفتح المقاصة حتى جزء من هذا المشهد الضبابي، واختار فقط المعالجة الثالثة التي أقرها التقرير، وهي مسألة تعديل سعر الصرف فقط لا غير، والباقي تركها. ملام جدا في موضوع عدم فتح المقاصة، وهذه إحدى الأسباب. هذا أنت وكأنك فصلت الدولة عن بعضها،
في حين أنك كنت بطريقة أو بأخرى فنية تجمعت الأموال في شرق ليبيا قعدت شبه تطلب طلب باش يفك عليك الشرق ليبيا، وقعدت تستنزف الأموال وتمنح الخدمات للحسابات في غرب ليبيا إلى أن استنزفت العملة الليبية. بالمقابل لو في سياسة رشيدة حقيقية، لكن هذا شن سببها؟ سبب الضغوطات اللي تحدث على مصرف ليبيا المركزي. لا، مصرف ليبيا المركزي ليست في 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 براءة من ما يحدث، هو مسؤول، عنده نوع من المسؤولية، لكن أيضا مش مسؤول لوحده، مسؤول لأنه تم الضغط عليه، مسؤول لأنه أضعفت قراره، مسؤول لأن الدولة انقسمت ولم يكن بمعزل عن الصراع السياسي. هذه كلها أسباب. كذلك كان بالإمكان وصفات فنية لاستنزاف كل العملة المحلية وطرح الدولار بحيث أنه يبذل العرض أكثر من الطلب، وبالتالي هذه لو حدثت كذلك ممكن يكون فيها قول. لكن المزاج العام اللي يصنع السياسات العامة وأصحاب القرار هم من ساهموا في تضعيف المصرف المركزي، والمصرف المركزي كذلك ليست بمعزل عن الاتهام في من حيث التقصير، سواء كان بقصد أو بغير قصد، لأنك أنت تقسم بلد وتقعد تعامل. خلينا نمشي في المسألة السياسية. يعني نعم. ليبيا اليوم يرى نحن لا نحق فيها لا في نمو اقتصادي الا على الورق، اذ زاد التصدير نعتبره فيه نحن نمو اقتصادي، والا نقعد نفتش نحن حتى بالمجهر وبالتلسكوب ما نشوفوش فيه هذا التطور. وارتفاع سعر البرميل هو بالنسبه لنا الخبر المنعش، لا توجد بطاله ولا توجد، ولكن حد اللي موجود الان هو التضخم والاحراج. تقريبا كل ضيف اقتصادي نسأل فيه سيد سلامة في شأن عام يستهجن اختيار زيادة المؤقتة للرواتب على حساب رفع قيمة الدينار. هل لهذه السياسة الخاطئة معالجة بعد أن وقعت لأسباب سياسية، أسباب دعاية، سميها ما شئت، لكن هل في حل الآن لما ترفع المرتبات؟ هل في إمكانية للتراجع؟ هي شوف هي 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 كارثة لنتيجة قد تحدث يوم من الأيام، ستفاجئ بكارثة لو نزل سعر النفط، لن تغطى، لن لا في إمكانية أنك أنت تغطي هذا الرقم اللي الآن تصرف فيه في حدود 50 مليار لمرتبات الموظفين لو نزل سعر النفط. هذا جانب. إذن أنت عودت المواطن على مستوى معين من النقد، بالمقابل بكرة يتراجع سعر النفط المواطن ما عادش تقدر أنت تغطيه، بالتالي الدولة حتفلس. هو الآن زي ما قال لك الأستاذ سليمان تصرف من الرصيد، أنت تصرف من الاحتياطي، كل عام تتناقص، وبالتالي هذه إذا كانت دعاية انتخابية فهي فاشلة لمن يدرك أهمية أنك أنت توصل الدولة إلى مرحلة زي ما نقوله بالعميد خليها على بلوكات. طيب. وإذا كانك أنت حل مؤقت وبعدين اللي يخلص اللي يقعد فيها هذا شكل. طيب. أنت ما تخدمش على استراتيجيات حقيقية تأكد على استقرار دولة، خربت ثقافة المواطن، خلقت مشكلة. بالعكس بدل ما تتجه أنت لاتجاه تنمية اقتصادية حقيقية، تتجه لاتجاه استثمار هذه الدولارات الموجودة لزراعة لصناعة لتنمية الأموال للبنوك، استثمار للشباب قروض لمعالجات اقتصادية حقيقية، مشيت في اتجاه الحل السريع اللي يخلق لك دعاية انتخابية واللي أنت تتوقع أنك أنت تنجز. بالعكس أنت هاي الآن بدأت تبان النتائج. طيب. الآن المواطن يتدمر وصاحب المعرفة كذلك ينقل فيما يمكن أن يحدث من خلل مخيف وليست على مطمن يعني. وفي النهاية تأخذ باليمين وترد وتحطها باليسار في مسألة التضخم. لكن حق أجيال، بدل ما أنت تأسس لاستثمار حقيقي، الأجيال اللي بعد يجوا يلقوا هذه القاعدة الاستثمارية لتنمية بلدهم من ناحية زراعية صناعية بنية تحتية. احنا وصلنا حتى في الأمن. طيب. الأمن الاجتماعي الفروقات، يعني تستخدم هذه الأموال في مشاريع للأسف هي في شكلها تنموية بقدر هي مشاريع. طيب. ما نعرف حتى شنو نسميها يعني شكلية استعراضية. نعم. دكتور عاطف الحسية، التوسع في الانفاق الاستهلاكي صبغ آخر أغلب الحكومات اللي جتنا، لكن الجديد 2022 هو اعتبار الحكومة أن كل دخل النفط سنوي من حقها دون اعتبار لأي مسألة احتياطي ولا الأجيال القادمة التي كان تتكلم عليها السيد سلامة. 45 مليار دولار أنفقت في 2022 ونكاد ننفق مثلها في 2023 إنفاق الحكومتين والمقايضة المحروقات. ما مغبة الاستمرار في طريق الهدر اللامسبوق الآن دكتور عاطف؟
وبصراحه هو المشكله بان الدافع وراء الانفاق يا ريت يكون دافع تنموي ولا دافع استعاده ثقه المواطن بالدوله ولا اي نوع من الدوافع الاساسيه اللي عاده تصير ما بعد النزاع ويكون متفق عليها حتى من بين اطراف الصراع. للاسف انتقلت بعد التسويات الدوليه الفاشله لمساله تقاسم السلطه في ليبيا قعدت الانفاق من الحكومه لما تجيف على الذراع التنفيذي للدوله معناه أنت تملك كل حاجة. والأخطر بأن علاقتك مع مصدر الأموال علاقة حتى هي متوترة، يعني أنت إذا كانك رئيس حكومة ضروري تجد علاقتك وطيدة بمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. يعني تخيل الموضوع اختزل في ثلاث أشياء، في ثلاث مكانات في ليبيا: رئاسة الحكومة، المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرفي بالمركزي. العالم فيه يعني في الدول المنتجه والدول التي لا ترى ان ترتهن اقتصادها باشياء ممكن ان تطيح في فتره او تطيح في فجاه لها مسارات اخرى. انا المشكله بان الانفاق اصبح غير الخلل اللي بعد توحيد سعر الصرف، وتوحيد سعر الصرف بروحه كويس للليبيين كلهم، على الاقل معاشين ظلم معاشين، وحدين ياخذوا في اعتمادات ب 42 والاخرين ياخذوا ب 10 جنيه في السوق. لكن حتى السعر اللي وضع ربما سعر غير منصف للليبيين، لكن حتى هو يجب ان يضع رقم. الرقم يعني العديد منا يقول ممكن كبير وصغير، لكن احنا ما ناش في صدد تقييمه. لكن الاستمرار في ثقه في هذا الرقم قد تزعزع اليوم. لما قرر المجتمع الدولي قرر الليبيين بان والله يخلوه 5 جنيه، الليبيين صارت لهم شويه ثقه لفتره معينه، وبعدين اليوم تنهار الثقه يوما بعد يوم. معناه شنو؟ هنا في منزلق خطير. الانفاق الحكومي في غير خدمه إعادة ثقة المواطن الليبي في السياسة النقدية، معناها شنو؟ معناها إنفاق على من يريد البقاء في السلطة. ومن يريد البقاء في السلطة يعتقد بأنه هو ممكن يشري ذمم الناس عشان يقعد في السلطة مرة أخرى. العالم برا بدون أي حسبة يا دكتور ريكي، يعني بيش بيش بيش. بدون أي حسبة الإنفاق ريكي وخلاص للشراء، يعني بدون اي مخاطره، ما فيش هواجس للمستقبل. بكره بعد بكره البترول قاعد ب 20 دولار ولا 25 دولار برميل، شو بندير؟ كم يقعد الدينار معناها عند ذلك الحين؟ السلطه تفسد العقل، السلطه تفسد السلوك، السلطه تفسد حتى المهنيه، حتى اللي كان مهني اول امس لما يقعد راتبه يتحرك بتواجد سلطه سياسيه معينه حقيقه حتى هو معش مهني. ما فيش حاجه اسمها تكنوقراط في ليبيا اصلا. أنا مقتنع قناعة تامة بأن التكنوقراط مربوط بالسياسة بشكل مباشر في ليبيا، ولا يمكن على الإطلاق بأن فالإنفاق حتى لما تجي تقول لي والله الرقابة على الإنفاق، باهي نحن نراقب من اللي ينفق، شنو شرعيته في الإنفاق؟ أنا انتخابت حكومة عندها شرعية، والله انتخابت مجلس نواب وطلع حكومة يبقى لها شرعية، لكن اليوم تلاشت بالكامل. أنا واحد عنده فلوس وأنا ما عندي السلطة عليه، وحتى اللي نطلبها منها يمنع علي، وحتى اللي يصرفها ما نقدرش نراقبه، ويستمر الحال هذا يوم بعد يوم. دكتور في مؤشر خطير، دكتور بدي اطرح لك القيمه. اذا كان مساله الارضاء والعمل السياسي، نحن بين 2021 و23 زادت المرتبات الوظائف الحكوميه اكثر من 20 مليار دينار ليبي، وزاد باب الدعم بنحو 30 مليار دينار ليبي. زيادات السوق ممكن لها قول انها ستاتي باستقرار اقتصادي باستقرار ربما حتى سياسي، ولم تصدق هذه المزاعم. هل نحن قاعدين يباع لنا الأوهام، تباع لنا دون إرادة حقيقية الآن دكتور عاطف؟ هو طبعا ضروري نشرحه للمواطن منين يجن الفلوس. هو المواطن ديما يقول لك النفط، لكن اللي ساير بان يا ريت النفط يتراكم نوع من انواع الثروه باش نضمن ان نتصدى مثل نوع هذا الصدمات. بكل بساطه لدى الليبيين، نحن هذا رزقنا، هكي ناكله فيه كامل، تبقى 40% منا، بعدين ناخذ منا 20% ناخذ فيه دعم كلنا كيف بعضنا. يعني العركه كلها على 20%، العركه كلها على 6 مليار دولار كل سنه. 6 مليار دولار لا يمكن على الاطلاق بان تبني بنى تحتيه بتاع دوله متهالكه اصلا من البنى التحتيه مهمله من اكثر من 40 سنه.
وبالتالي هنا المشكله بان معظمنا ما نش عارفين حجم المشكله لان ما مش عاطينا حجم الواقع. تعليم الناس بان ومسؤوليتهم ضروري تبي تشرح تقول له شنو عندك باش تقعد مسؤول منه ولا لا. التعتيم الكامل على 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 طريقه الانفاق وشنو اللي عندنا من المدخرات وكيف انت نتحرك فيهن لرجل الشارع العادي والاسره الليبيه يعتقد بان النفط ديما حيقعد يصرف علينا. لا، والحكومه كيف تركز كل انشطتها على الانفاق بدون ما تشرح حتى اوجه الانفاق. يعني الحكومة الحالية اللي موجودة بعد التسوية السياسية حكومة الوحدة الوطنية ما فيش حد سأل كم ميزانية الدفاع اللي هو اللي يرأسها رئيس الوزراء نفسه. نعم، هذين يعني الفجوة ما بين الإنفاق اللي نحشوه فيه وإنفاق الدفاع أعتقد مش أقل من 7 مليار. أوف، بين عدة من 7 مليار. طيب، يعني نحن حاجة أخرى، نحن نبيعوا في 25 مليار نفط ونشروا 7 مليار بنزينة ونافتة. يعني تخيل 25 مليار الناس والبرميل نفط اللي ممكن فيه 10,000 مشتق ناخذه فينا بخمس مشتقات ب 7 مليار. باهي الحكومة عرفتها والحكومات اللي قبلها عرفتها والسياسيين عارفينها والدولة الأولى عرفتها واللي قبلها عرفتها. السؤال أمتى نفك أنفسنا من هذا الرهن اللي ما فيش حد صدق يا دكتور. لا يوجد أحد صدق هذا الأمر. المزاعم كلها أن هذا الإنفاق اللي يجيب الاستقرار السياسي والاجتماعي ما فيش حد. وأنا سألتك لماذا، هل كانت الأوهام هي التي تباع لنا دون إرادة الحقيقة أو لما تنفق جزء من الهدر بأنك ما تنفقش على الشعب. هو لما تقول رفع المرتبات اللي مش عارفين بأن رفع المرتبات رأوا في شريحة اللي يشتغلوا في الدولة، بين في ناس أخرين ما يشتغلوش في الدولة ساكتين لأنهم هم الأقلية. طيب، هذا لا يعني على الإطلاق بأن الناس اللي يشتغلوا في الدولة من حقه يأخذ 3 و4 و5 آلاف جنيه، واللي مسكين يشتغل خراس والله فاتح دكان ويعول في أسرة وما عندهش تعيين ثم هو حتى هو مش شعب الليل. المشكلة بأن الطبقة المستفيدة من المرتبات ما زالت الأغلبية ولكن لن يستمر طويلا. هم 1,800,000 زي ما وصل في الكويت وتو الكويت وصلت قريب مننا نحن، وقعدوا يعلوا ويقولوا والله نحن رانا اللي نجيبوا فيه من النفط ننفقوا في أكثر من 62% منه في المرتبات، ويعتبروا فيه الباب الدعم. لا مش 1,800,000 دكتور، 2,600,000 الأرقام الأخيرة، وقصة الزواجية موجودة. لكن خلينا نوقف عن قصة هذه النقطة، ونتكلمت الآن باختصاص سياسي مع الدكتور عاطف الحسين. نرجع مرة أخرى لأولى الحلقات لدرة فيما يتعلق بانخفاض سعر الدينار قبل شهرين تحديدا. كان في تفاؤل بأن المسألة هي مجرد وقت وأن مجرد مضاربات بين التجار، وفي الآخر قال أنه بسبب فرض قيود المركزي كنا نحكي فيها على النقد ستزول قريبا. دكتور شحومي، مر الوقت ومشى والمسألة أعمق بدت، وكأن هناك من رسم سيناريو ذائقة كبيرة قادمة دفعت لفرار السيد الكبير خارج ليبيا. مزاعم تتردد لا نعلم صحتها، ولكن سؤالي هل الخطب جلل فعلا؟ نحن جايين على أيام سوداء اقتصاديا دكتور؟ أفتحني المايك دكتور لو سمحت. عذرا، لا بالتأكيد المسألة ليست قاتمة يعني بهذا الشكل. دكتور ما نزالش المواطن دو يحك فيك يقول لك دكتور سليمان ما تقول ليش لا ما نربط أنا مربوط بحكاية الطماطم والزيت. السيد الكبير ما طلعش، الدولار ما نزالش 3 شهور وقاعد يرقى وما هيش مضاربة تجار صغار، معناها في سيناريو أسوأ قادم. في محللين يطلعوا نحن ما عندناش الا التقشف الان. لا خلينا اولا نقول لك ان حكيت الطماطم والزيت هذه مربوطه بالاعتمادات ويوردوا فيها التجار بالسعر اللي هو من خلال الاعتمادات. اي مبالغه في الاسعار السلع الغذائيه هذه محاوله لاستغلال الظروف، وهذا امر يجب ان يكون يعني يتم فضحه وتوضيحه للناس. واعتقد ان الناس مدركه كثيرا ان السلع الغذائيه هي تورد بالاعتمادات. هذه ناحية. الناحية الثانية المسألة المحافظ البنك المركزي وغيابه، أعتقد أن هي في ظل وجود نائب للمحافظ بشكل رسمي
مسألة معالجة بحكم القانون، وبالتالي غياب المحافظ ما دام هناك نائب محافظ قائم ويقوم بمهامه فهذه مسألة محلة بشكل كبير جدا. ربما كان الأمر هذا في فترة سابقة عندما كان يعني فقط محافظ البنك المركزي كانت تشكل يعني مشكلة كبيرة، لكن في تقديري الآن ما دام هناك نائب محافظ إذن الأمر يعني يمكن تمرير الصلاحيات ويمكن القيام بالمهام أثناء غياب المحافظ، وهذا الأمر عالج القانون ووضحه بشكل جيد. ناهيك على أن التدفق أو انسياب عمليات العملة الأجنبية تسير وفقا للنسق السابق والمعروف، ربما هناك ضغط كبير عليها، ربما السوق الموازي يتعامل مع قضية الإشاعات بشكل مبالغ فيه، يتعامل مع قضية دكتور سليمان بشوي علي. اليوم توه الرقم اللي معاش نزل، والرقم اللي قالوا انه بسبب الخنقة اللي دارها مصرفي بمركز الاعتمادات، وهناك من تحدث عن مضاربات السوق من التجار، الأمر هذا والسعر اليوم اللي واصل ما لاش علاقة بغياب السيد الكبير لهذه الفترة؟ لا، أنا في تقديري الفني أنه ليس له علاقة إطلاقا بغيابه عن مكتبه بسبب في نائب محافظ. نعم، في ظل وجود نائب محافظ وفي ظل وجود إدارات فنية تعمل بشكل طبيعي، وأنا طبعا قدمت لهذا الأمر وقلت لك أن المسألة هي مرتبطة بازدياد عرض النقود وبازدياد الضغط للتحويلات خارج القنوات المصرفية. صحيح أن هناك ربما بعض التحجيم قد يحدث في فتح المنظومة للاعتمادات، ولكن لما نجي نشوف الأرقام الشهرية نجد أن النسق هو يكاد يكون طبيعي، ولكن المؤثر الأساسي هو ازدياد العملة الليبية بشكل كبير جدا، و وجود أطراف تسعى للقيام بشراء الدولار خارج القنوات المصرفية. هذا هو الحقيقة المؤثر بشكل، لكن اعتمادات الرز والدقيق والطماطم والكذا هذه تسير بشكل طبيعي وبنفس النسق السابق، ولا يوجد تعطيل فيها حتى نكون واقعيين حقيقة ومنصفين في هذا الأمر. طيب، لكن في دكتور يتحسس ان انا ناخذ في سعر السوق، واليوم انا ما عنديش تو المصرفي مسكر، يعني هناك ضائقه في مساله الاعتمادات المستنديه وجلب السلع، لكن انا لا اعتقد محمد ان المساله مربوطه بالاعتمادات بقدر ربما هي ببطاقات 10,000، ربما هي التي يدور عليها بعض الضغط، ربما هذه هي اللي فيها نوع من الكنترول او نوع من التحديد ربما. طيب، وأيضا حتى للأسف البنك المركزي عندما أعلن على بطاقة 100,000 دولار ربما في تقديري لم يكن موفق في الإعلان عليها، لأنها الحقيقة الاستجابة لها لم تكن استجابة جيدة، لأن القيود اللي وضعت عليها ربما قيود كبيرة، ومسألة تطبيقها قد تحتاج إلى وقت. دكتور سليمان، بخليني نمشي في النقطة، أنت تتحدث أن مصرف ليبيا المركزي منذ مدة يعني يسير بوجود الرجلين، مؤخرا انتقل من رئيس الحاكم إلى ثنائية مع رئيس ونائب، بالمفترض أنها المسؤولان الآن على إدارة النقد في البلد. لكن دكتور، هل التقطت أي مؤشرات تدل على أن السيد مرعي برعسي الآن مساهم فعليا الآن في إدارة الاحتياط للعملة الأجنبية، أم لا يزال المركز يدار بالون مان شو؟ صعب الحقيقة نجاوبك يعني إجابة. أنت اللي حطيتني، أنت جاوبتني على أن السيد مرعي موجود الآن، وبالتالي انا طبعا يعني انت تقول لي انه وكان يعني مرعي البرعصي هل يمارس في اختصاصاته في ظل عدم وجود المحافظ؟ هذا الحقيقه سؤال يعني هو طبيعي، القانون يعطيه الصلاحيات والاختصاصات انه هو يمارسها في ظل غياب المحافظ، ولكن انا بنقول لك شيء، ان مساله انسياب الاعتمادات هي مساله موجوده عند الادارات الفنيه المعنيه، يعني هم الاطراف المعنيين واللي عندهم الصلاحيات للقيام بهذا العمل، مستحيل ان هم يرجعوا في كل اعتماد علشان يستاذنوا المحافظ ولا نائب المحافظ في التنفيذ. ربما في امور اكبر، ربما في اجراءات متعلقه بالحكومه، هذا امر صحيح، لكن في اعتمادات طبيعيه تنساب من خلال البنوك التجاريه لزبائن معروفين ويقوموا بتوريدات السلع، هذا امر لا يحتاج لتدخل يومي لا للمحافظ ولا لنائب المحافظ. طيب الان اذا كان بهذه الصوره، في من مطلعين حدثني عن جوله جديده من التصادم تقترب بين مركز طرابلس ونصف الشرقي الذي اندمج معه مؤخرا بحسب المصدر يخص مساله الدين العام. سيد سلامه الغويل
كل يعني كل من تأمله خيرا بخطوة نوعت فيها بالإصلاح باقترابها من استقرار الدولة ماليا ونقديا نجد بعدها اقتصادنا قد نال اضطراب أكبر تحديدا. أنا نبي نعرف بهذه الصورة إلى متى سنستمر مسألة هذه الاضطراب، مسألة أن الأخبار تطلع بعدين تنتهي وندخل في إشكاليات تستمر. ستستمر على هذا الحال بل تتأزم أكثر فأكثر إلى وجود حكومة رشيدة تجمع شتات البلد وتعامل الليبيين بإرادة واثقة وبإرادة عاقلة وبإرادة تنمية وبناء وعدالة ومساواة بين الليبيين. ده بن في وجود صاحب قرار يشتغل على آلية تفعيل الأموال وتفعيل الواقع لصالح مشروع سياسي دون النظر بشكل استراتيجي سنستمر على هذا الحال. ستستمر المؤسسات ضعيفة، سيستمر أصحاب القرار مرتهنين، واحد مرتهن خايف من مراكز قوة، واحد خايف من صفقات إدارية ممكن تهدد وجوده في هذه المؤسسة، واحد ما امتلكش إرادة الانتماء الوطني لدرجة أن يعامل شرق ليبيا وغربها وجنوبها وحدة واحدة. اللي جاي مبتور لن يستطيع أن يبني وطن، اللي جاي ضعيف ومهزوز لن يستطيع أن يبني وطن. وبالتالي هذه الحالة نتاج لحكومة ضعيفة، حكومة ليس لها استراتيجية، حكومات متعاقبة بصراحة وليس هذه الحكومة، كل الحكومات المتعاقبة بالعكس ممكن نسبيا وليس رغم عدم وجود موارد. حكومة شرق ليبيا الآن تثبت في قربها من المواطن وتثبت في نوع من الفاعلية التنموية نسبيا لأن ما عندهاش أموال، لكن الحكومات الفاعلة في طرابلس لم تمر أي حكومة خلينا نقول لكم من 2011 عاملة البلد بعقلية الرشد وبعقلية الحكم الرشيد وبعقلية الانتماء وبعقلية التنمية وبعقلية العدالة وبعقلية المحافظة. كل عرفت الموضوع بشكل سريع، موضوع الصفقات، موضوع أكبر وقت ممكن نحقق نتائج، موضوع إضعاف المؤسسات زي ما قال أحد ضيوفك الكرام، الموضوع مختصر في ثلاث مؤسسات فقط بدل ما يختصر في جانب تخطيطي، جانب تنموي، جانب فيه نوع من الشفافية، جانب فيه نوع من العدالة الاجتماعية. كل جميع عوامل الظلم ترجمت في ليبيا في 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 أموالها وفي قراراتها وفي وجودها وفي أنفاقها. يا أخي لما تجي لدولة كيف ليبيا تجي فيها 170 ولا 180 سفارة وكل سفارة فيها 20-50 في موظف 100 موظف، وين ماشي بهذا الهدر؟ يعني هي مسألة ولاءات، مسألة إرضاء، مسألة ترضية كيانات معينة لخلق نوع من الكتل الاجتماعية. باهي أنت هل نظرت إلى استراتيجية أنك أنت تكون في مستوى بناء دولة أو نظرت إلى موضوع سريع تحقق منه مكسب وهمي تعتقد أن مكسب هو يساهم في إسقاطك أنت تاريخيا ويساهم في إسقاطك معنويا ويساهم في إسقاطك عمليا؟ الحيلة في ترك الحيلة، الاستمرار بالحجة والاستمرار بالوضوح والاستمرار بالعمل وفق الشفافية ووفق العدالة أرى هو اللي يخلي الإنسان الكبير كبير. أما الثقافة اللي اكتناز وثقافة التحقيق تصفية الخصوم السياسيين وثقافة استخدام أموال الدولة لصالح توجه سياسي معين، صدقني هذا اللي أوصل كل هذه الكيانات السياسية لأنها ولت كيانات مهزوزة، كيانات مكروهة في عقيدة الناس. حتى الناس اللي أعطيتهم تعتقد أنك أنت شريتهم ببعض الأموال سوف يأتي الصباح ويكتشفون أنك أنت ضحكت عليهم ويكتشفون أنك أنت استخدمتهم استخدام سيء مبتدل، أهنتهم، خربت لهم نمطهم الاجتماعي. بدل ما تكون أنت بنيت لهم دولة وبدل ما تكون أنت أكرمت وفادهم في دولتهم وكنت راعي وأب وصديق ومحافظ على الجميع وبالجميع، اختزلت ليبيا في جغرافيا واحدة، اختزلت ليبيا في ثقافة منفع لجزء دون جزء، اختزلت ليبيا في 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 ثقافة المحاسيب وثقافة المصلحة المحدودة وحرمان الأغلبية، وبالتالي أنت الخاسر. بالتالي ليبيا محتاجة إلى قيادة حكيمة رشيدة. هذا تبيلة شو سنين بجن قيادة حكيمة. نحن قاعدين أنا خايف بكرة بعد بكرة مش عارف شو يصير في سعر الدينار ونلقى روحنا نلعب في الاحتياطيات والدكتور سليمان يقول نحن قاعدين ناخذ منها مرة في هذا التوقيت.
بالعكس استاذ محمد، واقع ليبيا مطمن لان ليبيا الحمد لله انتاجها فيها، لكن ما يستمرش ديما ما لم تكن هناك الاداه للاستثمار الحقيقي اللي ينوع الاقتصاد الليبي من مصادر مختلفه، من زراعه، من خدمات، من صناعه، من تجاره بينيه، من الاستفاده من البحر، استفاده من الموقع، سينتهي النفط ينتهي بزوال النفط. هذا لما يكون عندنا دوله يا استاذ سليمان، هذا لما يكون عندنا دولة نحن نتكلم عليها، لكن نحن مش نحكي على 13 سنة من ثورة فبراير طلعنا وعرينا صدورنا 17 فبراير ونحكي على دولة فيها العدالة والمأسسة والازدهار والمساواة في كل شيء، وأن نحن نستفيد من بترولنا، واليوم نحن قاعدين نجي من بترولنا نأخذه فيه ونكبه فيه ونطلعه، لكن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات حقيقية ويحتاج إلى إرادة. اللي قاعد توع على الكرسي يا دكتور، اللي قاعد توع على الكرسي ما سيبهاش لك ما دام انت حكم رشيد. يا اسمع، يحتاج الى رجل والى فريق يعتقد ان النتائج هي اهم من المكاسب الشخصيه. طيب. النتائج التاريخيه والنتائج الاخلاقيه والنتائج التحقق والمكاسب الوطنيه اللي تخليك انت كريم في نظر شعبك ونظر زملائك ونظر نخب شعبك هي اهم بكثير ما تحقق. طيب. من طريق بواقع الالتفاف على الـ على الـ على السلوك لاداره الدوله. لكن ما زال الامر اجتماعيا وسياسيا قاعد. دكتور سليمان، انا نبي نحكي على النقطة هذه أكثر من مرة طرحتها، لكن كل ما نجيب ضيف نحاول نفهم اللي صاير. لما يكون الإيراد والإنفاق الصادر مؤخرا مصرف مركزي الفائض 3.5 مليار دينار والعجز 10 مليار دولار، هذه قصة دوختنا واجد. كيف في فائض وعجز في نفس الميزانية؟ وحدة بالدينار تبين أنك في فائض، وحدة بالدولار تبين أنك في عجز. عندك هل عندك تفسير يعني بسيط يفهم الشارع الليبي عن هذا الأمر دكتور سليمان؟ نعم، هو الميزانية الليبية هي بالعملة الليبية بالدينار، هو الانفاق العام والانفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات يتم عكسه بالدينارات الليبية. صحيح نحن النفط يباع بالدولار والبنك المركزي يحتفظ بالدولار ويقدم في مقابلة للحكومة الدينارات. جميل. وبالتالي ميزانية الحكومة تكون بالدينارات الليبية، ويبدأ الحكومة تقوم بالأنفاق، يعني تبدأ تنفق بالدينار الليبي. المستفيدين والأصحاب المصلحة اللي عندهم طلب على التجارة الخارجية لشراء السلع وتوريد البضائع، وايضا الحكومه الاجهزه اللي عندها اللي تبي تستورد من الخارج، مش حينفع تشتري بالدينار الليبي. بالتالي هي تمشي للبنك المركزي او للبنوك التجاريه عبر البنك المركزي وتطلب منه ان هي مقابل هذه الدينارات يعطيها الدولارات لتوريد السلع او شراء المستلزمات وغيرها من هذه الامور. وبالتالي البنك المركزي يبدا يستخدم في هذه الدولارات اللي عنده وينفذ في عمليات التجارة الخارجية. ميزان المدفوعات هو عبارة عن الفارق ما بين الواردات بالدولارات والنفقات بالدولارات أيضا. وبالتالي إذا كان نحن اللي جانا إيرادات بالدولار أكبر من ما تم تنفيذه في شكل اعتمادات أو مصروفات بالدولار، فيسمى يظهر عندنا ما يسمى بالعجز في الميزان التجاري او العجز في ميزان المدفوعات. وهذا هو اللي قاعد صاير الان، ان في عجز في ميزان المدفوعات، يعني الايراد اللي بيدخل البنك المركزي هو اقل من حجم النفقات اللي قاعد يحصل بالدولارات. صحيح ان الميزانيه الحكوميه العامه هي فيها فائض حسب البيانات الان اللي هي مقدمه، لكن هذا الامر سيتضح مع نهاية العام عند إقفال الحسابات وإجراء التسويات، حيتضح هل عندنا نحن فعلا فائض ولا أيضا هي ستكون بالعجز. طيب. وهذا يعتمد على الإنفاق اللي قد يحدث في آخر العام، ونحن نعرف أن آخر العام دائما يزداد فيه الإنفاق وتم فيه إقفال النفقات ويرحلوا فيها. قاعد يرحلوا يا دكتور، قاعد يرحلوا كيف السنة اللي فاتت رحلوها في حادثة غريبة، يرحل ولكن أيضا يحسب فيها على ميزانية هذا العام. يعني الترحيل هو حيسكر انه يخلي النفقات كلها على هذا العام وينفقها بعدين في العام القادم، وهذا اللي صار في العام الماضي. دكتور سليمان، لو انت تتكلم الان مسألة الانفاق، ونحن نعرف ان 5% او اللي تعاركوا عليه كيف ما يقول مرتبات تفوق 55% من كل الانفاق الاستهلاكي اليوم، المقارنه بين ثلاث سنوات دكتور سليمان
تظهر زيادة السنوية للفجوة في الإيراد والإنفاق مثلا، وبالتالي أنا أسأل كيف سيصمد هذا الدينار المسكين الغلبان والفرق في المصروفات في 2021-22 هو 68 مليار دينار، كيف سيصمد هذا الدينار دكتور برأيك؟ لا هو بالعكس، هو المقدرة لدى البنك المركزي الليبي هي مقدرة ممتازة جدا وقوية، وحجم الاحتياطيات من خلال البيانات المنشورة هو محترم جدا الحقيقة، ويستطيع أن يدافع عن هذه المستويات بشكل طبيعي وبشكل سهل، ولكن الحقيقة يحتاج إلى إدارة شاملة للمالية العامة للدولة الليبية، يحتاج إلى أن ما يكونش عندك إنفاق منفلت في أكثر من حكومة، يعني لازم حتى وإن كان إحنا ما عندناش اعتراض على أن الإنفاق يكون لأغراض التنمية، وهذا شيء محبوب ومطلوب الآن خصوصا بعد السنوات اللي مرت بها ليبيا دون وجود إنفاق تنموي. المفروض يكون في إنفاق تنموي، ولكن يجب أن يكون مدروس ومخطط ومنظم وواضح الأهداف، ويكون يعني مستدام، ما يكونش مجرد والله إنفاق تنموي تديرها توا مثلا في طريق وبكرة تحفرها وتكسرها وتعاود تديرها بعد 6 شهور، هذا ما هوش تنموي، هذا الحقيقة هذا يعني هذا لقمة عيش يا دكتور يعتبروا فيها، هذا إنفاق أنا أسميه يعني نوع من الإفساد وإنفاق فساد طبعا تنموي. طبعا وبالتالي أنت محتاج يكون عندك مستهدفات حقيقية لمشروع التنمية حتى يتم الإنفاق عليه بشكل طيب. بشكل متوازن. لا مانع أن يكون عندك حتى بعض العجز في ميزان المدفوعات، لا مانع أن يكون عندك استخدام للاحتياطيات إذا كان أنت حطيت أولويات وحطيت مشروع حقيقي لدعم العملة المحلية ولتطوير الاقتصاد ولتحسين البنى الأساسية. الاحتياطيات هي موجودة لغرض الاستخدام وليس لغرض الاحتفاظ بها. دكتور الاحتياطي أنت 85 مليار نحن نعرفوه من قبل معلومة، بعدين حجبت هذه المعلومة خشينا في تضارب من مجموعة من التقارير الدولية. هل عندك معلومة فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي وما أنفق فيه من 2022 حتى هذا العام دكتور سليمان؟ لا الحقيقة تقريبا هو يدور في نفس الإطار، يعني حسب المعلومات والتقارير يعني تبين انه يعني يتراوح في هذا الحدود من 70 الى 80 مليار دولار، وهو الحقيقة يعني ممتاز جدا، يستطيع من خلاله زي ما قلت لك ان يتم استخدامه خصوصا لمسألة تعديل سعر الصرف، ولكن الحقيقة يجب ان يكون مصحوب بكثير من الآليات. بس هي الصورة الان اللي قدامنا ان إدارة المركزي يعني تحافظ على الاحتياطي وتترك الدينار الان في مهب السوق العملة واسعاره، يعني والله هو الحقيقة راهي هي استخدمت يعني في هذه السنة هي استخدامها اكثر حتى من السنوات السابقة، يعني ما نقدرش نقول ان هي قيدت الاستخدام بشكل كبير، هي ربما لم تتماشى مع حجم المعروض من الدينارات الليبية الكبير في الاقتصاد. صحيح ان هناك يعني حجم كبير جدا، ربما ما يحدث الان هو ليس متوازي معه، هناك نوع من الضبط ربما للاسباب كثيرة الحقيقة يعني يدركها البنك المركزي ويتعاطى معها، ولكن المعالجة ممكنة جدا، ولكن يجب أن تكون في إطار مشروع وليس كما حدث في عام 21 نطلق مشروع ونتراجع عليه في أول خطوة كيف اللي صار في نعم كيف اللي صار في المسارات. جزيل الشكر دكتور سليمان شحومي رئيس الأسبق لسوق الأوراق المالية، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر زوم من نوتنغهام، كذلك الضيف الدكتور عاطف الحسين يعني خرج واعتذر للضيوف وللسادة المشاهدين على عدم استمراره بسبب ظرف طارئ، نشكره وإن شاء الله نتمنى له السلامة. دكتور عاطف، أعود لضيف السيد سلامة الغويل نفرد معه شوية اقتصاد وسياسة. سيد سلامة خلينا نجي للمشاريع التي أطلقت في 2023 كأنها تعيد نفس الأداء المالي والسياسي النقدي الذي كان في 2022 بنفس الأسلوب ودون يعني صورة واضحة لكبح الهدر والإنفاق المنفلت. سؤالي القادم قد تكون من ضمن إجابات إنهاء الانقسام السياسي، ولكن الانقسام يبدو مستمر سيد سلامة معنا،
شنو فرصة أن يمكن ضبط الاقتصاد حتى لا يتكرر هذا المشهد العبثي 2024؟ نحن اللي قاعد قدامنا أن الوضع السياسي مستمر في انقسام، جاء بتيلي دار طاولة ما دارش طاولة، لكن الوضع الاقتصادي مستمر، السياسي مستمر في حالة الانقسام. لكن كيف يمكن ضبط هذا الاقتصاد بحيث لا يتكرر معنا في 2024؟ وفي من الناس من حتى محللين سياسيين تكلموا أن سندخل في ميزانية تقشفية ربما في السنوات القادمة أو حتى في 24. شوف، إذا أنتجت سلطة سياسية واحدة تدير البلد بحكمة وبعقل كل شيء ممكن، ليبيا أسهل من ترجيعها. إذا ولدت الإرادة الحقيقية أو وجدت سلطة واحدة، ليبيا سهل جدا عودتها إلى جادة صوابها وعودتها إلى استقرارها. أستاذ سلامة، مش كان هذا المشروع في جنيف شعبها وبسبب استعداد شعبها لكن إذا بقيت المنقسمة وبقيت زي ما قلت لك نظام حارت من كل إيد وإله، واللي هذا بيشتغل بعقليته، هذا طبعا لن يؤدي، لأن هذا أنت. أستاذ سلامة الغوي، خليني أسألك بش نقد أنا وياك في تفاعل. ألم يكن مشروع جنيف جاء بسلطة واحدة؟ كيف جاء بسريرات بكذا؟ خليني منها، لكن ألم يكن هذا المشروع هو مشروع الحكومة الواحدة هو الذي هو الهدف؟ ونحن وشفنا جربنا صخيرات وجربنا جنيف، الحالة الاقتصادية الليبيين ما شيء تم سياسيا، هو ما تم اليوم بسعر الخبزة وسعر الطماطم والزيت وغيره وغيره، وكيف يمشي يسافر برا، وسعر والدولار المهم هو الآن في حياته. كل هذه المشاريع لم تبدد المخاوف وعززت من الانقسام وخلت حالة الاقتصاد الآن في هذه الحالة. هل في خيار آخر يمكن نمشي فيه أن اقتصادنا يكون أفضل بعيد عن الانقسام السياسي، ولا نحن مجبرين أن هذه السلطة السياسية في ليبيا الوجه متاعها الثاني اقتصاد، وبالتالي مصرف ليبيا مركزي ويعني الدولارات ويعني الاعتمادات؟ لا، هو شوف، إذا السلطة السياسية، السلطة السياسية اللي وجدت سلطة سياسية عاقلة وعندها ثقافة الاستيعاب، ستبني دولة. كيف تبني دولة؟ تبني بالانفتاح، تبني بالعدالة، تبني بالتنمية. لكن إذا السلطة السياسية انحصرت دورها في جغرافيا محددة ومارست الظلم على باقي أجزاء الوطن، لن تكون. هذا اللي حدث، احنا جينا في جنيف وكانت حكومة وحدة وطنية، وانا سبق وان قلت الكلام هذا، حكومة وحدة وطنية فيها 30 وزير وفيها مراكز فاعلة في أطياف ليبيا. لو رئيس الحكومة امتلك الإرادة الحقيقية للبناء وللعدالة وخاطب الهوية وخاطب النجاح الحقيقي من خلال الإيمان بالشركاء الوطن، أراه سهل عليه، سهل جدا. يعني سيد بيبة، خلينا ناخذ مثال سيد بيبة، لم يقم بذلك، طلع وقال أرباح بوحة والبلاد غنية وزاد المرتبات، والآن في تضخم 25-30% في البلاد، اللي تاخذ المواطن ياخذ فيه بمين يرد باليسار، وزادت المطالب الفئويه برفع الاجور نتيجه رفع الدينار، وربما مش مشكلته، وجاء والدينار هابط ل6 و7 جنيه وصل من قبل 9 جنيه. لكن الم يفعل السيد بيبه هذا السيد بيبه هذا خطاب الوطني التشاركي، ولا شنو رايك سيد سلامه في نهجه بعد 3 سنوات؟ احنا لابد ان نقول الحقيقه لكي نحترم انفسنا امام مواطنينا وامام التاريخ وامام حتى شركائنا اللي يقيموا في كلامنا وامام المواطنين. لابد ان نقول الحقيقه، السيد دبيبة ركز على دعاية انتخابية تخصه فقط وأقصى الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا. لا يمكن لك أن تحكم ليبيا دون أن تشرك الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، وبلغة الحجة والإقناع والعدالة الاقتصادية أولا، والعدالة التاريخية والعدالة المعنوية اللي تربط بها كل الأطراف الفاعلة. احنا الليبيين معروفين 5-6-10 مراكز الجغرافية تفصل، القوة الفاعلة تفصل، الهوية استحقاق فهم المواطنين لحجتك تفصل. لكن أنا نجي نركز وبنطلع أنا بطل وزعيم أوحد وبنستخدم أموال الدولة للدعاية، ها هي النتيجة، ها هي النتيجة. كل يوم يفقد شخص، كل يوم يفقد، كآخر حاجة فقد المصرف المركزي اللي هو حليف استراتيجي ليه، اللي هو سبب استمرار الحكومة عامين المصرف المركزي، لأن أعطاها من الامتيازات وأعطاها من التصرف في الأموال. معناه شارك شريكة مصرف ليبيا المركزي حتى في بيع الوهم الآذي، إذا كنت تعتبر في هذا وهما وأن انفاقا متزايدا.
انا اقول له معذر. انا دائما راني ما نقصوش على المصرف المركزي لان نعتبر فيه كيف الشيباني العيلة اللي داس 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 اموال عن اولاده باش ما يفسدوهنش لحد جهد دائره، لكن مش 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 طريق استراتيجي للتعامل. ليش؟ لان كان عليه ان يكتشف مبكر ان هذه الحكومه تستخدم في الاموال للدعايه الخاصه، هذه الحكومه تستخدم في الاموال دون عداله اجتماعيه، هذه الحكومه هو قد يكون راه في اخطاء تراكمت نتيجه عدم القدره وليس سوء النية. أنت لما تجي ما تكونش في شفافية في طرح المشروعات جغرافية، ما تكونش في شفافية في طرح المشروعات. لا بس السلامة، خليني أسألك بشكل سياسي. أنت تعتقد أن السيد الكبير الآن في حالة الخصومة مع الحكومة نتيجة أنه هو لا يرى أنها فيها تنفق بعدالة اجتماعية؟ لا الآن، لا الان انا اسمع، لابد نكونوا موضوعين ونكونوا صادقين حتى لو كان ما نبوش نزعلوا حد يعني، لكن لابد نكونوا صادقين. هذا الموقف كان يتخذ من زمان. عارف طفح الكيل، السيد المحافظ طفح الكيل بيتوى السيد المحافظ بحسب كلامك ان هو خدا مسافه، انقطعت العلاقه واصبحت في خصومه مع راس الحكومه الموجود في طريق السكه. الحاله الخصومه هذه لماذا؟ والغياب هذا هل تعتقد أنه هو الآن بدأ يذهب إلى طرف سياسي آخر حتى يسحب البساط من هذه الحكومة يضعفها ماليا؟ هيك هذا هو اللي صاير اليوم؟ لا، هذه نتائج سلوكيات معينة قد يكون مضطر لها. هو تأخر. أنا لو كنت في مكان السيد المحافظ من أول ما جت الحكومة وشعرت أن الحكومة تشتغل لإطار واحد لم فتحت على الجميع، لكنت أنا القاضي العادل. ليش؟ لانه هو حتى من حاول ان من مكانه يشيله ما قدرش يشيله، بالتالي هو تابت وجوده، وبالتالي العدل يخليك يحترموك الجميع. ما نخليكش انت تظلم باقي اطراف ليبيا، ما نخليش لحكومه الوحده الوطنيه تتصرف في اموال ليبيا، نعطيها تجربه شهر شهرين ونكتشفها. لكن انا نستمر معها لمده عامين وكل مره نغض النظر عن حاجه واني عارفها قدامك انت، تو لما تبدا الارقام قدامك كيف تصرف وين تصرف. جغرافيا مهم، كم من وكيف مهم، واضح يعني هو الرجل عنده مقدرات، عنده ادوات المعرفيه، عنده خبرته، عنده رصانه استقرار قرار السياسي المدعم وفق فقه الواقع حتى دوليا. ما جاوبنيش استاذ سلامه، انا ما جاوبنيش على سؤالي. انا سالتك انت قلت الرجل خسر محافظ ليبيا المركزي بيت مال الليبيين كان اكبر داعم للسيد حميد. انا سالتك لماذا تبدو العلاقة متوترة، وانت قلت لي متأخر، موقف المركزي متأخر، يعني قصة العدالة الاجتماعية والانفاق والفتح على الأطراف كلها حاجة متأخرة وبدأ يتعامل مع الجميع، لكن شنو السر اللي شوف فضل. في قش يقولك القش اللي قسم الظهر البعير، عارفه ولا ما هي قش؟ لا انا طبعا انا في موقف الان ليس لدي معلومات دقيقه، وبالتالي ليبيا صغير وما فيهاش سر كبير. بس انت اللي قلت يا استاذ سلام، انا ما قولتكش الكلام. انت اكثر مني معرفه. لا انت اللي قلت الان خسر، انا ما قلتش خسر، انت قلت خسر السيد المحافظ وبالتالي قاعد برا. انا سالتك ليش، نبغى نعرف لماذا هذا السبب، لماذا التغير. خلينا نمشي في سؤال فرضي، انا نسال بافتراض، نسال سياسه. هل تعتقد أن الوضع الآن والاحتقان الذي يحدث هناك، من يتحدث في تهديدات للسيد الصديق الكبير، وهناك من يتحدث أن السيد الصديق الكبير اختار مشروعا سياسيا آخر ليدعمه على حساب حكومة الوحدة، هل هذا الحديث كافتراضي، هل هذا الحديث تراه الآن منطقي مع عدم وجود المحافظ في مكتبه، مع مسألة المضاربات التي تحدث الآن لسعر السوق، هل تشوف أن هذا تفسير منطقي؟ أنا بكري شبهت اللي قلت لك السيد المحافظ كيف شيباني العيلة اللي حافظ عمال، وين وصلت الخطوط الحمراء، وين وصلت الخطوط الحمراء اضطرني يمسك فينو، يمسك يدير منع، وبالتالي المنع هذا ويوائم بين قوة القرار وبين التقييم المنهجي وبين كذلك إتاحة الفرصة إلى أنه شعر أنه قد يكون شارك في ظلم لجزء كبير من 70% من ليبيا والله. وبالتالي استحقاقات الشرق ليبيا واستحقاقات جنوب ليبيا أنا في تقديري وهي التكهنات في تقدير أن السيد المحافظ صارت عنده نوع من الصحوة، وبالتالي لابد يعطي لباقي ليبيا حقه لأن باقي ليبيا ظلمت شرقها وجنوبها، وبدي يتخذ نوع من المعالجات في نوع من العدالة، وهذا لم يسمح له به.
وتعوده هو نتيجة مرونته ونتيجة محاولته للاستيعاب، تعوده أن القرارات تأخذ بشكل ظالم، وبالتالي رأوا أنت أن تأتي متأخرا أفضل من لا تأتي، أن تحدث عندك صحوة عدالة في ليبيا جيد، أن تجبد يدك من شيء أنت تأكدت كنت متأكد بنسبة 60%، لا أنت تأكدت 80% أن هذا قد يمشي بالبلد إلى التهلكة. خلاص هو رجل فني واقعي صاحب خبرة، في النهاية ما هوش رجل عنده نوع من الضمير وعنده نوع من الانتماء. لما 70% من ليبيا يظلم، ليبيا غربها نصه مظلوم، شرقها مظلوم، جنوبها مظلوم جغرافيا وشعبيا، الأموال الوظائف المشروعات محتكرة وبطريقة أنت تعرفها وأنا نعرفها وكل الناس تعرف أكثر منك، محتكرة للمؤسسات ومحتكرة للأفراد، حتى الناس التجار اللي موجودين في ليبيا يقول لك الآن كانت في نوع من الحركة ونوع من دوران رأس المال، احتكرت هذه الأموال على فئة معينة، أصبح الليبيين يتحاول تزداد الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر، أصبحت فريق محدود معين استفاد بأموال الدولة، وبالتالي يرى أي إنسان ما يبيش يسجل عليه. لكن في النهاية علي أن يدافع عن خياراتي التي اختارها، أن كلمة صحوة ربما تستفز الكثير، لأن في سنوات سابقة هذه الصحوة لم تكن حاضرة، وأنت الآن تبرر لنا في مسألة أن تأتي متأخرة خير ولا تأتي. أتمنى أن تكون هذه الصحوة، أنا ما عنديش مشكلة معها شخصيا، أنا نتكلم على شكل فني لأن في معلومات في السابق 16 17 18، لكن ألا تعتقد أن هذا الرجل المالي المسؤول عن السياسات المالية في البلد علي أن يدافع عن خياراته السابقة، لأن خياراته كان خيارات سياسية، يعني ما كانش الموضوع المركزي برا الصندوق السياسي، هو كان داخل، هو كان يغذي سواء توافس خيارات جنيف أم غيره، وبالتالي لا أعرف كيف يستقيم هذا الوضع أن الآن يبحث عن الجميع بعد أن دفع خيارات سياسية في السابق. سيد غوي، أنا نشوف، أسمع، أنا دائماً عندي مبدأ الباب مفتوح للإصلاح في أي وقت. الآن تأكد ما يدعو مجال الشك أنه ما عادش يقدر يجاري رجل كثير، لأنه هو جي على بناء على حالة، كانك تتذكر لما كان في السيد السراج وكان بالمطاري في وزير المالية تمورس الضغوطات على الصديق، وكان ممكن يأخذوا منه أهم مرفق وهو المصرف العربي الخارجي. وبعد ما جت الحكومة الوحدة الوطنية تم اتفاق بطريقة أو بأخرى تم ترجيع إليه، وهذا كلف نوع من المالين إني شاهد على العصر، وبالتالي يجب أن نقول الحقيقة حتى كان إني ما نبيش إن مرات نزعل الطاب. لا 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 لا، نحكم بموضوعية، نحن تفضل سيستم بموضوعية، أنا بنوضح لك صورة لعلك أنت ما تعرفهاش. لما تم كان بالمطاري كان وزير مالية نشط وكان وصل لمرحلة كبيرة أن ينقل تبعيت وفق القانون تبعيت المصرف العربي الخارجي تبع وزارة المالية، لما جت حكومة الوحدة الوطنية نتذكر في الاجتماع كان وزير المالية رافض هذا الموضوع، استخدم رئيس الحكومة أسلوب عنيف في حيث أنه يرد تبعية المصرف للصديق، وهذه أنت لما واحد يدير معك موقف بكلفة مواقف في جرته طبعا. الصديق في النهاية يتحشم وفي النهاية بيكبر، وهذه الفزعة اللي كانت هي طيب. قد توصل لمرحلة، ليش؟ لأن أموال النفط في المصرف العربي اللي بالخارجي وهي الفيصل معاش يملك بعدين واحدة من أوراق اللعبة، معاش في يد الصديق الكبير، وبالتالي خلق نوع من المجاراة لعل في أمل. طيب. خلقت حالات تنمية. العام الأول هذا تجريب لأنك أنت تبني دولة، تجريب لأنك أنت تكدر عدالة، تجريب لأنك أنت تجيبهم جميع وأنا هاني عماك ما يقدرش تحمل. طيب. العام الأول العام الثاني يعني أنت مرات تسمح، عفوا بس أنت مرات تسمح بانهيار 20-30% في سبيل أنك أنت تبدأ منتظر حالة الإصلاح، ما تمكنتش وين وصلت هذه القش اللي زي ما حكيت القسم. نعم. الظاهر البعير تمادى الطرف الاخر في بعض الاجراءات اللي ارهقت السيد المحافظ. نعم. وبالتالي وصلنا لهذه النتيجه، وهذه نتيجه وصل لها الجميع كانوا في اطار حكومه الوحده الوطنيه. الان الجميع مفض من حكومه الوحده الوطنيه، ليش مفض من الجميع حكومه الوحده الوطنيه؟ للظلم. شكرا. لعدم وجود العداله. طيب. لعدم وجود اداره الدوله بالشكل الصحيح، مش بالشكل مع هذه الارقام. نعم نعم، هذه الارقام ايضا، وايضا حتى في مساله المؤسسه وأيضا مصرف ليبيا المركزي، علامات استفهام تحدث كثيرا في باب هذا البحر السياسي
إن صح التعبير في ليبيا. عموما نشكر الضيف السيد سلامة غويل رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار عبر سكايب من العاصمة المصرية الغاهرة. شكرا جزيلا سيد سلامة. أشكر ضيفي الكريمين الدكتور عاطف الحسية والدكتور سليمان الشحومي رئيس الأسبق لسوق الأوراق المالية. وأيضا نشكر ضيفي مطلع الحلقة عضو مجلس الأعلى للدولة وعضو لجنة المالية التي انتهت حتى هي بغير رجعة لتابع الرئاسة السيد علي سوية عبر الهاتف من طرابلس. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى الختام وما زال 6 و25. ما نعرفش الأيام الجاية بيوصل 7 بيوصل 6 بيرد 5. كل هذا متعلق بمتغيرات كثيرة منها 50% منها سياسيا فيما يتعلق بطاولة الحوار و50 أخرى متعلقة بالنفط و25 بالنفط و25 متعلقة بالسيد الكبير ومصرف ليبيا المركزي. محمد زيدان يترككم في رعاية الله وحفظه للقاء.